أقامت الهيئة الوطنية للإعلام احتفالية باستديو 45 بالإذاعة المصرية تحت شعار يوم الوفاء لتكريم رموز ورواد العمل الإعلامي في بيتهم الإذاعة المصرية تقديرا وعرفانا بدورهم الرائد في العمل الإذاعي ولما بذلوا من جهد مخلص في تجويد وتطوير المحتوى الإعلامي وتقديم رسالة إعلامية تنموية توعوية للمواطن المصري. وأعرب حسين نازين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن اعتزازه وتقدير الأجيال العملاقة ورواد العمل الإذاعي الذين صنعوا إعلاما هادفا قدم رسالة إعلامية جادة شكلت وجدان وفكر المواطن وغرست قيم وأخلاقيات وسلوكيات المجتمع المصري وأثناء الاحتفالية قام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالتسليم دروع التكريم لرواد العمل الإعلامي وتكريم عدد منهم